طبعا عملية المداورة أيضا يجب أن تكون موجودة بالنسبة لليفربول كمتابعين لكرة القدم، وأيضا دائما ما نكون حاضرين في معظم لقاءات البريمير ليج وأيضا في الشامبيونز ليج. لربما تكون عملية المداورة تحت السيطرة نوعا ما مع يورجن كلوب على غرار أيضا بعض المدربين الآخرين في البريمير ليج من هم يشاركون أيضا في دوري الأبطال. هل محمد صلاح كلاعب يعول ويشجع على عملية المداورة خصوصا في حال المنافسة على أكثر من جبهة، يعني أو أكثر من ثلاث منافسات في نفس الموسم؟ ده سؤال صعب قوي عليا. أنا عايز ألعب كل دقيقة ممكن ألعبها، ما أقدرش أتكلم فيه عشان التكتيكس بتاع المدرب، هو شايف وجهة نظره، لكن أنا في الآخر لو بتسألني أنا عن رأيي، أنا بحب ألعب كل الماتشات وألعب 90 دقيقة لآخر 95 دقيقة كمان، مش 90 دقيقة بس، ألعب لآخر ثانية في الماتش. لو بتسألني عن رأيي يعني، لكن في الآخر المدرب بيعمل قراره وبياخد قراره، اللعيبة بتحتاج. قليلا أثرت الإصابات على فريق ليفربول كما أثرت على فرق أخرى، خصوصا إصابة المدافع الدولي الهولندي فان دايك. هل برأيك الإصابات أرهقت قليلا ليفربول أم أن الأمور تحت السيطرة حتى الآن؟ لا، أنا شايف إنها لها دور، الإصابات لها دور. خسرت مثلا اتنين مدافعين عندك، وجوال برضو بيتصاب ويرجع تاني، فيعتبر ثلاثة، فبتلاعب فابينيو دلوقتي في قلب الدفاع ورا، فده بيأثر عليك، لازم يأثر عليك كده كده، وخاصة إن فيرجل برضو واحد من أحسن اللعيبة المدافعين في العالم، فهيكون ليه تأثير 100%. لكن في الآخر أنت لازم تتعامل مع الوضع، ولو عايز تكسب البطولة لازم تتعامل مع الوضع بشكل مختلف، وتحاول تكسب كل الماتشات عشان تكسب البطولة. يعني لو ركزت على الإصابات بس، أنا متأكد إن أنت مش هتكسب البطولة في الآخر. لو ركزت على اللي عندك وحاولت تتعامل مع الوضع، ده اللي ممكن يفرق معاك ويخليك تكسب البطولة. هل تراجع ليفربول برأيك كان بسبب تطور أداء الفرق الأخرى، أم أن الوضع العام هو من جعل ليفربول يكون متأخرا ثم يأتي إلى مراكز المقدمة؟ والله انت زي ما انت شايف الوضع مختلف عشان خاطر الكورونا، والدنيا صعبة قوي، ففي فرق بتكسب عشان خاطر برضو اللعب من غير جمهور بيأثر عليك، سواء في ملعبك أو بره ملعبك، الفرق كلها عندها نفس الفرصة انها تكسب في الماتشات. فانا شايف ان هو الكورونا واللي بيحصل، الدوري بيقف او هيقف مش هيقف، الدنيا كانت صعبه الفتره اللي فاتت، ودلوقتي الدنيا رجعت تاني لوك داون، فالدنيا مش يعني محدش عارف هو هيعمل ايه بالظبط، فده مأثر على كل الفرق، ده رايي انا يعني. لكن في الاخر انت بتنزل ملعب وعايز تدي كل اللي عندك، ففي فرق تانيه بتبقى محظوظه شويه، فرق تانيه برضو بتدي كل اللي عندها. انا شايف ان كل الفرق قريبه من بعضها السنه دي، كل الفرق بتكسب وبتخسر بتكسب وبتخسر، فلسه صعب قوي على ما تقول مين هيكسب الدوري، بس اتمنى يكون احنا يعني.